Yes. اه سامح. الو. هلا هلا، ما نسمع. جاهز الحمد لله. جاهز بالشغل. بس شيء لحد هسه. كله ما نوم ويران، عم يستنونا كل الناس، استنى شو احنا بنتحرك. انا امبارح حللت كثير بالبيت انا. يا راضي سودا جادي بلوم دينغا بيبوات. لما كنا عند جابر جابر بيحكي مع احتمال المختار مضبوط ولا جديد ولا لسه بس جابر يقول له خلي منير معطي منير خلي يحكي عماد ولك انكسروا بيجي بعطوه عشان جابر مجرب انه يضل يحكي عماد مع منير مع انه جابر بس جاب روتينيا ولا جابر ومنير ضل معنت عم بيشدوا شيء ثاني اليوم بعد شيء قال لي صار حكى معك والبارح انه كان اتفاق مع عمي ابراهيم انه ليوم السبت بعطوا الجواب المدير قال لا ليوم بعد اربعة اشهر بخليها لحديك مع عمال لانه اولاد نجيب الجابر رايحين عند طارق طالبين انه رئاسه لمنير قالوا شو رايك كل منزل منير كم صالح اللي كان شنو يعني كذا مش نهاد وبش سامع ب يعني منير ينزل انا هيك رقشت يعني وانا رقشت على سليمان المختار عم بيضحك على جاهد على جابر عشان هيك جابر متلح في منير بده منير انا هيك الحكي هيك الحكيات مع جابر جابر حكاني البارح كم كلمه بالتليفون ضربوا لي تليفون لا بني انا جربت ازلم معه طلع جابر اذا فيش سامح لا بني كيف تبعنا بقول لي وين كيف تبعك اذا فيش سامح كنا بني كنا ما كنا احنا عند روتي رباني قال بقول لي في منير هو قلت له يعني منير بوصل من بقول لي انتوا كنتوا معه اخوالي كانوا معه بلا ظاهر بوصل قال بقول لي في شيء من الظاهر بيكون معه قلت له انا استمر وين بيكون؟ قال لي استمر بيكون مع منير. قال لي استمر بيكون مع منير وعفيف بيكون مع منير. جابر بيعرف شو القصه بيناتهم. انه جابر بس قلنا لجابر بدنا ننزل بدنا نحط في الفيسبوك طوالي جابر ومنير تيم ليف منير نتباك الا ما بطل يطلع. استنى شوي وبعد عليها محار وفيش حاجه وسبتلف.